Audio Jungle. أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الحصاد الرياضي والذي يأتيكم مباشرة من قناتكم زي نيوز. والبداية كالعادة بالعناوين. الرابطة المحترفة لكرة القدم تحسم الجدل وتبرمج لقاء اتحاد العاصمة أمام شبيبة القبائل يوم الجمعة المقبل على ملعب بلوغين. إدارة اتحاد العاصمة تؤكد احترام قرار الرابطة حفاظا على استقرار الفريق وتقبله بارتياح كبير. عبد القادر عمران يستقيل من تدريب شباب قسنطينة بعد التعثر أمام مولودية وهران. مشاهدينا مرحبا بكم. برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم لقاء اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل لحساب الجولة 13 من الرابطة المحترفة الأولى يوم الجمعة القادم على ملعب عمر حمادي ببلوغين، ويأتي هذا بعد تأجيل اللقاء لموعد لاحق في وقت سابق على خلفية الضغط الذي مارسه رئيس شبيبة القبائل شريف ملال على هيئة مدوار وتهديد بعدم خوض اللقاء بتاريخ الثلاثاء 6 نوفمبر. وأكدت الرابطة في بيان لها أن المباراة ستلعب يوم الجمعة المقبل كحل يرضي كل الأطراف، ومن المفروض أن ينهي القبضة الحديدية بين شريف ملال رئيس شبيبة القبائل وعبد الكريم دوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم. هذا وقال المدير العام لاتحاد العاصمة عبد الحكيم السرار أن فريقه يحترم قرار الرابطة المحترفة القاضي بتأجيل مباراة الاتحاد والشبيبة والتي أثارت جدلا واسعا، وهو القرار الذي قُبل بارتياح كبير حفاظا على استقرار النادي من جهة واحتراما لمحبي كرة القدم والأوساط المحلية ولعدم إشعال المزيد من فتيل الصراع. نحن نتوجه إلى رئيس الرابطة ومكتبه بأننا قبلنا هذا القرار، ولا نريد كما يقول لك الزيت، نعاودوا نزيدوا الزيت على النار، نزيدوا نديروا مشاكل اكثر. بالعكس، احنا في السلم الجزائري، السلم الاجتماعي، الامن، المحبه جعلتنا نكون اكبر من تاجيل المباراه. اذا دون مبرر ولا سابق اشعار اجلت رابطه كره القدم المحترفه مباراة اتحاد الجزائر أمام شبيبة القبائل ضمن الجولة 13، تأجيل دفع البعض للقول أن ضغوطات شريف ملال رئيس شبيبة القبائل كانت سببا مباشرا، ما يطرح عدة علامات استفهام حول هيبة الرابطة وسمعتها. تفاصيل مع علي جعفر. في ظل الانتقادات الحادة المتصاعدة في الآونة الأخيرة من قبل رؤساء أندية في حق رابطة كرة القدم على خلفية ما قالوا إنه سوء برمجة لمباريات البطولة، جاء تأجيل مواجهة اتحاد العاصمة مع شبيبة القبائل ليكون القطرة التي أسالت الكأس، وليجلي بوضوح أن الأمور انفلتت أو تكاد من يدي رئيس الرابطة ومكتبه المسير. ردة فعل هيئة مدوار السريعة بتأجيل مباراة شبيبة القبائل التي كانت مقررة ببلوغين ضد اتحاد العاصمة قرأها البعض استجابة فورية ورضوخا مباشرا لضغوطات وتهديدات رئيس نادي الشبيبة شريف ملال بالمقاطعة، وذهب البعض الآخر لاستشراف تداعياتها على سمعة وهيبة الهيئة المسؤولة عن تسيير البطولة، ما عزز من مصداقية الفرضيات والتأويلات السابقة. وما زاد من فداحة التأجيل غير المبرر هو كون هاتلت دعوة شريف ملال رؤساء الأندية للإطاحة بمدوار وتهديده بالذهاب بعيدا في هذا المسعى، ما يطرح عدة تساؤلات عن موقف عبد الكريم مدوار المتوارع عن الأنظار مثل ما فعل في مرات سابقة. التأجيل غير المبرر ليس الأول
والمؤكد أنه لن يكون الأخير ولن تتوقف معه الانتقادات والتصعيدات. لكن مشكل البرمجة ليس الوحيد. مقارنة بما وصفه البعض بالعبثية في تسيير ديون الأندية المتراكمة والسطحية في التعامل مع أخطاء التحكيم المتكررة، وقبل كل ذلك سياسة الأمر الواقع تجاه مرافق وملاعب بعض الأندية التي تظل تمارس اللعبة في ملاعب تصلح لكل شيء إلا لممارسة الكرة في زمن الاحتراف. في بطولة الرابطة المحترفة الأولى تغلب فريق وفاق سطيف على مضيفه أهلي برج بوعريريج بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة 13 من المحترف الأول. وفي المواجهة الثانية التي لعبت أمس حسم تعادل السلبي لقاء نصر حسين داي أمام أولمبي المدية بملعب 20 أوت بالعاصمة، فيما تعثر شباب قسنطين اليوم على ملعبه ب0-0 أمام مولودية وهران، فيما عاد نادي بارادو بنقطة ثمينة من بالعباس لتعادل مع المكرة بهدف في كل شبكة دفاع تجنات وجمعية عين ميلا افترقا على وقع تعادلي سلبي، فيما عمق شبيبة الثورة من جراح شباب الوزداد بعدما فاز عليه بهدفين لصفر. وعلى خلفية التعثر الذي حققه شباب قسنطينة على أرضه وأمام جمهورها، قدم المدرب عبد القادر عمراني استقالته من تدريب الفريق، وعمراني استقال مباشرة بعد نهاية المباراة. وتأتي استقالة عمراني بعد توالي نتائج سلبية آخرها التعادل ضد مولودية وهران اليوم بملعب الشهيد حملاوي، وكذا الخسارة في نهائي كأس السوبر. نقول سي فري شيء صعيب على اللاعبين، صعيب على الانصار، صعيب على الطاقم الفني، صعيب على المسيرين. يعني مرحله طوالت نهضروا على الباساج فيد، مي جاب لي ربي طوالت. هذا هو الشيء اللي ربما نتاسف له. واش نقول سي فري اليوم شي اوبليجي دو فير ديكلاراسيون، يعني واحد يكون ريسبونسابل، يكون مسؤول. لا بريمير دي شوز صعيبه باش نقولها صراحة. يعني عشت سنتين في قسنطينة ما نساهمش في الكارير تاعي، ما نساهمش في المسيرة تاع الرياضية. دربت فريق كبير، دربت فريق يكسب يعني قاعدة جماهيرية كبيرة بزاف، وكنت أتمنى الذهب تاعي ما يكونش في هذه الوضعية صراحة. ولهذا نجم نقول اليوم باللي هذه مقابلة خيرة ليا يعني في الفريق. في نتائج المحترف الثاني، فاز اتحاد الحراش في أول مباراة له هذا الموسم، وذلك على حساب شبيبة بجاية بهدفين لصفر، وهي نفس النتيجة التي انتهى على وقعها لقاء الفائز ترجي مستغانم أمام اتحاد البوليدة، وسريع غليزان الذي فاز أيضا بنفس النتيجة بهدفين لصفر أمام اتحاد بسكرة. رائد القبة عاد بنقطة ثمينة أمام جمعية وهران عندما تعادل معه بهدفين لهدفين. الرائد جمعية أولمبيا شلف انهزم بخارج قواعده أمام شبيبة مولودية العلمة بهدفين لهدف واحد، فيما فاز وداد لمسان بثلاث أهداف لهدف واحد أمام أملي بوسعادة. إذن سجل اتحاد الحراش فوزه الأول هذا الموسم في البطولة المحترفة الثانية عند استقباله لشبيبة بجاية بثنائية مقابل لا شيء، حامل التوقيع المهاجم عبد الجليل العياطي واللاعب خط الوسط اللاعب الذي سجل الهدف الثاني. يتعلق الأمر بمحمد الأمين عواد. وبهذه النتيجة تمكن اتحاد الحراش من تحسين وضعيته في سلم الترتيب وينعش حظوظه من جديد في العودة إلى سكة الانتصارات. لي 3 بوين هادو لو ميريت وليو جوار ولي سيبورتور اللي صبروا علينا بلاصه 11 المقابلة، يعطيهم الصحة تبارك الله فيهم.
كما يقول في الفوتبال انا جامي صرات لي هذه تاع 11 ماتش وما ربحناش، مي كما يقول غراس او جوار غراس او سيبورتور يعطيهم الصحه بارك الله فيهم. الهزيمه تاع اليوم قاسيه باسكو ما كناش نقارعوا السيناريو كما هدف اسرائيل، نحن جينا باش نديروا نتيجه ايجابيه. دونك شفنا اون بريمير ميتون كنا اون زيتي اوت، كنا خارج الاطار. اون دوزيام ميتون اون ايسي باش نريمونتي السكور، مي جو بونس ان ليكيب تاع الحراش ايزيتي بلو موتيفي على ليكيب تاعنا. على الفوز هذا وعلى كل حال واش نقول لكم، يعطي الصحه للجوار اللي كان قاموا بالمهمه تاعهم، وان شاء الله خرجنا من هذا الثقاف اللي فيه، وان شاء الله يكون المستقبل نحفزوا دوك اللاعبين كما نقولوا بملحه مليحه ان شاء الله، نشوفوا واش كاين القدام ان شاء الله، والحمد لله يا ربي خرجنا من هذه الازمه. سيكون فريق مولودية الجزائر يوم غد على موعد مع مباراة الدور 16 من كأس زايد للأندية الأبطال، حيث يواجه النصر السعودي في لقاء يبدو صعبا، وسيكون أول اختبار حقيقي للمدرب الجديد عادل عمروش واللاعبين الذين أكدوا عزمهم على تحقيق نتيجة إيجابية في السعودية رغم قوة المنافس. لحساب ذهاب الدور 16 من كأس زايد للأندية الأبطال يواجه مولودية الجزائر منافسه النصر السعودي في مباراة سيحتضنها ملعب الأمير فيصل بالسعودية. أصحاب الزي الأخضر والأحمر سيحاولون خلال هذا اللقاء التقليل من الأضرار والعودة إلى الجزائر بأي نتيجة غير هزيمة ثقيلة من أجل الإبقاء على الأمل في العبور إلى الدور القادم رغم الوضعية الصعبة التي يتواجد فيها النادي، خاصة بعد التعثر الأخير في البطولة أمام شبيبة الصورة داخل الديار. مباراة ستكون صعبة، مش مستوى تاع البطولة تاعنا، مش مستوى تاع اللاعبين اللي عندنا، ولكن هذه رايحين باش نقول لك تحضروا هداو. خرجنا من مباراة الثورة من مشكلة البرج من ناحية نفسية، إن شاء الله هذه احنا نحاولوا باش نكونوا في المستوى. تلعب ضد فريق قوي، ماناش رايحين باش بنية تاع انهزام، رايحين باش نواجهوا هذا الفريق وإن شاء الله نديروا كل وسعنا باش نواجههم ونديروا لهم مشاكل. تم كنا بريبارينا مليح الماتش تاعنا على بالنا بلي بالك أصعب مباراة في الدوره هذه، بالك هذه باسكو الفريق الخصم وين شفنا لي ماتش لي كيف لي ماتش تاعها كيفاش هم يلعبوا له، وين عندها داروا فريق مليح هذا العام. مهمه اشبال المدرب عمروش وان لم تكن مستحيله الا انها لن تكون سهله امام منافس اكد قوته في الدور الماضي امام نادي الجزيره الاماراتي عندما سجل 6 أهداف كامله في مجموع مباراتي الذهاب والاياب، معتمدا على نجاعه هدافيه على غرار المغربي نور الدين مرابط ويحيى الشهري، إضافة إلى كونه لم يخسر إلا مباراة واحدة منذ انطلاقة دور المحترفين السعودي، مما يدل على قوة هذا الفريق الذي سيكون اختباراً صعباً لرفقاء الحارس فريد شعال. في أخبار المحترفين، توج دولي الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب للشهر رفقة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد المستوى المميز الذي قدمه رفقته خلال الشهر الماضي، ونجح من خلاله من تسجيل وصناعة العديد من الأهداف في مختلف المسابقات. وكان اللاعب الجزائري الدولي حاضرا في 5 مباريات مع فريقه الإنجليزي خلال الشهر الماضي، منها 2 في مسابقة دوري الأبطال و3 في مباريات البريمير ليج، وسجل خلالها نجم الكرة العربية 3 أهداف بوقع هدف في مرمى شختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، وهدف واحد أمام بيرنلي في البطولة كما قلت، وتوتنهام الإنجليزي في الدوري الممتاز. قام سفير الأمريكي السيد جون ديروشر بزيارة مجاملة إلى مقر نادي وفاق سطيف بحي بومارشي، أين التقى مع مسير الوفاق ولاعبيه وتفقد مرافق النادي وأخذ صورا تذكارية مع براعم النادي. كما قامت إدارة الوفاق بتكريم السفير الأمريكي بالعديد من الهدايا الرمزية. وخلال تصريحات السفير الأمريكي جون ديروشر أكد أنه سعيد بتواجده بسطيف وبمقر النادي، كما أكد أن الوفاق فريق كبير وتمنى له حظا سعيدا في البطولة والكأس وكذا المنافسة الإفريقية مستقبلا.
توصلت اليوم البطولة الإفريقية العسكرية للملاكمة في طبعتها الخامسة بمركز تجمع وتحضير المنتخبات العسكرية بابن عكنون، ودخلت الجزائر البطولة الإفريقية بعشر ملاكمين تأهل جميعهم إلى الدور النصف النهائي، لأن الحدث صنعه بطل إفريقيا مبروك بغرار الذي تفوق بالضربة القاضية على منافسه من الكاميرون أومبي بودوان في وزن أكثر من 91 كيلوغرام. هذا وعرفت طبعا تأهل أربع ملاكمين على البساط بعد تغيب منافسيهم عن الدورة. بالنسبة للمشاركة الجزائرية هي النتيجة وهي تتكلم عن نفسها بتأهل عشر ملاكمين إلى الدور النصف النهائي، وبالتالي ضمان عشر ميداليات برونزية على الأقل، وهذه النتيجة تتكلم عن نفسها، وهذا ما هو إلا تحصيل حاصل لقيمة التحضير والإمكانيات المادية والمدنية والمعنوية. إلا أن أنا أتوقع بشكل كبير أن المركز الأول حيكون من نصيب الجزائر، خاصة أن لديها لاعبين على مستوى عالي جدا، بالإضافة أن فرص الفوز بحكم أن عشر أوزان متواجدة بشكل قوي في النهائي. الحمد لله رب العالمين اللي قدرت نتمكن باش نطيح الكاميروني اللي هو منافس صعب في البليس 21 اللي عنده ألقاب من قبل. الحمد لله قدرني الله عز وجل وفزت على الملاكم هذا، كنت بطل إفريقيا وإن شاء الله المرة هذه نتحصل عليها في البليس 21 ان شاء الله. دونك دي كومبيتيسو شحال هذه ما لعبوش الدراري، كنا غير في الاستعدادات، وعلى اي المستوى لا باس به، وان شاء الله غدا وبعد غدا ان شاء الله الدومي فيرون فينا غادي يكون مستوى احسن. الحمد لله هذه كانت بفضل التحضيرات اللي قمنا بها والمجهودات اللي بدلناها في التحضيرات، ان شاء الله ميداليه ذهبيه ان شاء الله نفرحوا الجزائر كمان. انطلقت اليوم الرياضة المدرسية التي توقفت لمدة 10 سنوات بالجزائر العاصمة بسبب تقسيم ولاية الجزائر إلى ثلاث مديريات شرق وسط وغرب، هذا مما استحال على الرابطة أن تنشط برابطة واحدة، إلا أن القوانين المعمول بها لا تسمح بذلك، ونظمت الرابطة تظاهرة رياضية في منتزهي الصابلات بالعاصمة بمشاركة 500 تلميذ من الطور المتوسط والطور الثانوي في العدو الريفي، و200 تلميذ من المدارس الابتدائية في الألعاب المصغرة. بهذا وصلنا إلى ختام الجزء الأول من الحصاد الرياضي، سنلتقي في الجزء الثاني والذي سنخصصه للحوار والنقاش. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من الحصاد الرياضي، والذي سنخصصه للحوار والنقاش، والموضوع سيكون كل ما يحدث على مستوى الرابطة المحترفة لكرة القدم وكرونولوجيا الأحداث وما حدث هذا الأسبوع والقبضة الحديدية بين رئيس شبيبة القبائل شريف ملال ورئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، حيث تسارعت الأحداث مؤخرا وخمس أعضاء في الرابطة يهددون بتجميد عضوية الرئيس مدوار. سنتحدث مع الضيوف، يسعدني أن أستضيف عضو الرابطة فاروق بالقدوم، مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. شكرا، بارك الله فيك. ورحب أيضا بصحفي القسم الرياضي طارق بوفليح، مساء الخير. مساء الخير سفيان. أول سؤال أوجهه لضيف البرنامج فاروق بالقدوم، ما هي أسباب تقديمك للاستقالة؟ الكل يتحدث عن انسحابك من مكتب الرابطة، لماذا تيار لا يمر مع مدوار؟ لا أنا إفكتيبون اليوم قدمت استقالتي، ولكن تيار مع مدوار يمر. أنا هدل اليوم على رئيس الرابطة. رئيس الرابطة اليوم اللي كان عنده أحادية لديسيزيون، سيدير يأخذهم
وخاصة هاد لي دو جورني اللي فاتوا يعني اللي زات لي طيني بله نظن هاد لي دو جورني هادو لي ديسيجن خداهم وحده بدون استشارة المكتب المسير للرابطة سي بو سا كو شفت باللي نظن باللي انا مالغري كو انا من الناس اللي ماني نحوس على اوكان تيتر في لا ليغ بروفيسيونيل نحوس الا خدمة كرة القدم ولا استطعت من بعد شفت باللي انا ما نقدرش باش نزيد هذيك الاضافه. نعم وكنت قد صرحت وقلت انه انك ترفض العمل مع مدوار ولو كنت مكانه لقدمت استقالتي. ماذا كنت تعني بهذا التصريح؟ لا انا ما قلتش نرفض العمل معه، انا استقلت لاني شفت حوايج ما نتقبلهمش، ولكن انا مدور من غير كره القدم نعرفه، ولكن في كره القدم ما نقدرش نخدم بهاد لي براتيكا حتى انا جيستيونير واداري ونعرف الاداره. نعم. سي بو سا كو ولكن انا ثاني نشوف باللي كل ما صرا في هذه دو جورني انا لو كنت رئيس رابطه كنت نستقيل باسكو هذا راي الشخصي على كل حال. وفلحنا فقط النقطة تكلم عليها ذكر كلمة مكتب مسير للرابطة، يعني المكتب المسير للرابطة الأعضاء التسعة الموجودون رفقة عبد الكريم مدور معنيون بتسيير رابطة كرة القدم المحترفة، هل هذا غير موجود في فرق بلقيدم على مستوى الرابطة؟ صدير يعني ما كانش هذو الأعضاء التسعة لا يسيرون في الرابطة، ما عندهمش دخل في تسيير الرابطة ككل. لا ولا في قضية عندكم خلاف في قضية في ما حدث فقط في الجولتين الماضيات؟ لا لأن وين بدأ المشكل يعني حبينا ماهوش مشكل لأن يعني نكون صراحة البرمجة بدأت كانت هيلة كانت مليحة يعني كل فرق ما عندهاش مشكل ما شفناهاش من قبل يعني كانت رائعة في شهر أكتوبر نوصلوا الجولة 11 هذه سابقة ربما في 10 سنوات الأخرى حتى فريق ما يشكي حتى الفرق اللي كانوا يشكوا كان بداية الموسم ما كانش مشكل ولكن لحقنا الجولات لو كان 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 استشارة المكتب أنا نظن ما نلحقوش لهذا الشيء الله أعلم أنا ما كناش نلحقوا لهذا الشيء لو كانت استشارة على المكتب يعني كنا نيفيتيو par exemple la 11e journée هكا حسيتو بتهميش هذه حسيت بتهميش تهميش كبير وحنا يا المكتب يعني نشهد له بالخلق تاعو يعني ناس محترمين ويقدروا بزاف الرئيس يعني ما عندهم حتى خلفيه ما راح ينحوهم بلاصتو ما راح يشدوا بلاصتو ناس محترمين جاوا يخدموا كره القدم سيتو هذه شهاده لله. هل حسيتوا انه الرابطه تم ضربها في الصميم يعني بعد تاجيل الجوله 12 ثم جاءت قضية لقاء شبيبة القبائل واتحاد العاصمة وكل ما حدث هذا الأسبوع؟ نظن باسكو لو احنا حسننا العمل يعني بالمكتب بالرئيس كون حسننا العمل هادو لي دو كونفلي اللي صراو لنا تاع 11 جورني وهذا الماتش تاع يوسما جيسكا كانوا يكونوا دو بروبليم تتر في لا سيزون ولا نتقبلوها ولكن ما تكونش اسبوع بيناتهم اسبوع بيناتهم وحنا كنا تكلمنا الاسبوع الماضي يعني بيناتنا ونا بارتي وقلنا بلي نسيو نسمعوا لبعضنا شويه ولكن شفنا من بعد لي ميم براتيك زادوا نداروا ميم با اون سيمانه ابري. هذه النقطه اللي حبيت نتكلم عليها سفيان لو سمحت. تحدثت عن مشكل اللي كان ما بين في تاجيل لقاء مولوديه الجزائر ومن ثم او تاجيل جوله 11 اللي كانت تاجيل كل الجوله كان لكم ايضا اجتماع المكتب الرابطه برئاسه عبد الكريم مدوار تحدثتوا وطرحتوا في هذا المشكل اكيد تحدثتوا على هذا المشكل هذه اللي غلطتكم ربما انكم يوم 29 تكلمتوا على هذا المشكل يوم اول نوفمبر بدا المشكل يطرح من جديد. شو يا اخي نهضر لك نوليك على 11 جونيك والتاجيل تاعها جاء مقابله المولوديه مع الصوره الله اعلم كان 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 كانوا فرق زيتي اون ديبلاسمون فرق اللي كانوا اون ديبلاسمون اون سينيور اي يو 21 صح قاموا بتربصات ايضا كانوا خرجوا يسون ديبلاسي عندك سبيل المثال المقرى راحت لسعيده يعني شوف المسافه الجزائر الجزائر بالعباس راحت لبدنا كنا نيفيتيو هذا الشيء وكل بتعقل حتى ولات مولوديه تستاهل باش نروبورتيو الماتش حنا بيبورت اسمو الفريق هذا نروبورتيو الماتش باسكو عندهم ملف على حساب لي زيكو اللي عندنا عندهم ملف ولكن باش ندير باش نروبورتي مقابله نروبورتي قسم الاول والثاني علاه عندي مشكل في مقابله وحده ساهل نظن بلي ماهوش مشكل هنايا في مقابله وحده ونلقاو لها الحل ونعيطوا حتى لي دو بريزيدون تاع الفرق هادو نلقاو الحل هذا ما كان نلقاو الحل وكل الناس تمشي بدون مشكل حتى وين حتى لا ديزيام جورني كانت البرنامجه نظن بلي كيفاش كان الرد لما طرحتوا له هذا المشكل في
اجتماع مكتب الرابطة. ما ما, ما كان كان رد إيجابي. كان رد إيجابي. وما يعني صراحة لله ما يجاوبكش من غير المعقول. لا قنعكم من بعد. قنعنا قنع عرف باللي كان قادر ولكن كان قادر يشاورنا. ولا اعترف بخطأ نوعا ما. باش ما اعترف بخطأ وجم سيبا ما كان قادر يشاورنا. كان يقدر يعيط للمكتب ومش كل مكتبي يكون حاضر بس كان الناس تكون بعيد. ونشوفوا الحل وكلنا باسكو حتى وين كان يكون مشكلة يتقسم على ستة. ما يتحملوش الى رئيس الرابطه ولكن انا كي ما تشاورنيش المشكله تدي وحدك. نعم لكن لماذا الاعضاء البقيه لم يسيروا على خطاك؟ يعني لماذا لم يقدموا استقاله على غرار هراده واضرار والخلادي ومسعودان الذين بقوا في مناصبهم؟ وهناك حديث عن تجميد عضويه مدوار في ايام القليل. لا هي تجميد عضويه الاعضاء. نعم لان المعلومه الرسميه اللي وصلتني ما عندهاش بزاف. هي الان عطاو ثلاث حلول تجميد عضويتهم على مستوى مكتب الرابطة كأعضاء. يعني الآن مدور في حال ما استدعى هؤلاء الأعضاء الاجتماع بإمكانهم أن لا يحضروا على أساس أنهم لا جمدوا عضويتهم. هم يطالبون الآن باجتماع مباشر مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإيجاد حل لهذا الخلاف الكبير. وهم أيضا حتى الأعضاء الخمسة يرفضون استقالة فاروق بلقيدم ويطالبونه بالعدول على قرار الاستقالة حتى يتم إيجاد يعني حل توافقي. نعم. لأنه هذا هو الخطأ ربما نقول الثاني سي فاروق بلقيدم. نعم. ما قدرش نجزمه على مدوار أنه أخطأ منذ توليه. لا يعني لا لا. المنصب رئاسة الرابطة. نعم. هو أخطأ مرة ثانية. فعلا. هم اعتبروه أنه علاش أنا نفهمت ربما سي فاروق بلقيدم قال لك بين سمانة وسمانة كان في وسطها اجتماع وزاد تكرر الخطا مره ثانيه. هكذا اكزاكت هذه اللي ما تقبلهاش ربما سي فاروق بلقيتهم وخلاته يكون ردت فعله هكذا. شوف سي طارق نبرك نجاوبك. باش نقول لك باللي الاستقاله تاعي كانت على عفويه نكذب ولكن كانت استقاله شخصيه. يعني لو كنا في خمسه ولا في سته قدمنا الاستقالات هنا راح نولوا شكون نقابه. لا ماناش نقابه. احنا جينا ونزيد لك منتخبين فرادى منتخبين من 32 فريق تاع لاليك اونيدو. باش نقول لك باللي من حسن حظ الرئيس اليوم تاع لاليك اللي هو مدور عنده شهاده لله عنده مكتب ما شاء الله راي الخاص ناس محترمين يعرفوا كل قضيه. يوازي المكتب الفيدرالي. نعم يوازي المكتب الفيدرالي. انت تقول هذيك انا برك انا قلت لك من احسن. ولكن كل انسان كل شخص هو حر في التصرف تاعو. نعم. انا شفت هما الله اعلم دوك قال لي الاخطار واش حبوا يديروا. نعم. إيه. حتى السيد قيدوم يعني قام بمهمته على اكمل وجه واكملت يعني ملف اعتماد الرابطه على مستوى الوزاره الداخليه وبعدها قدمت يعني الاستقاله ديالك. يعني نعم ملف تاع حتى يرضى ولا حب الرئيس نكمل معاه حتى نجيبوا الاعتماد تاع الرابطه. ما عندي حتى مشكل في هذه. نعم. نكمل الرابطة تحق لي مكاش مشكل. الملف هذا مخزن نكمل نخدمه ما عنديش مشكل. ولكن انا في اليوم شفت كرة القدم في 4 شهور شفتها 40 سنة. نعم. وهذه النقطة أصر عليها رئيس شبيبة القبائل شريف ملال وأكد بأنه يعني رابطة لا يمكن أن تعاقبه لأنها لا تمتلك الاعتماد. نعم. ولكن أنا نطرح سؤال آخر. الرابطة من 2011 سقسي برك ولا عندها اعتماد؟ ما عندهاش اعتماد. سقسي برك مشكل قديم. ايه سقسي برك هاد الناس ولا يقول لك الرابطة عندها اعتماد من دوبي 2011. الرابطة أول مرة حط الاعتماد تاعها أول مرة. حقيقة والرابطة الآن يبقى إشكال آخر اللي ما كانش اتفاقية مع الاتحاد مازال ما توقعتش. يا با كونفونس حتى هذا هو الإشكال الأكبر أنه الرابطة بدون اتفاقية. أنا سؤال راح نطرحه أيضا سي فاروق بلقيدم بالنسبة لتصريحات شريف ملال الذي نقوله هي اللي شعلت ربما الحديث عن هذا الأمر. هناك بعض التصريحات خطيرة نوعا ما في حق رؤساء الأندية في حق الرابطة في يعني ملال سود كرة الجزائرية كلها. يعني وصل وين تكلم كثير على صرار على العديد من قال كثير من وقال أنه هذا ستان كونستا 10 شهور فقط فرق بالقدم تلي عندك 20 سنة في كرة القدم. هل توافق وش قالوا ملال؟ شوفي أخي احنا ناس مسؤولين وانا فهمت ملال المشكلة هو الفريق تاعه ومن حقه يدافع عن الفريق تاعه. ولكن الحاجة اللي ما نوافقوش فيها كيما تكون مسؤول وتقول كلام لا مسؤول.
احنا نظن باللي لي ديزاكتور تاع كره القدم في الجزائر. احنا ناس مسؤولين، نظن باللي اونابيز احنا نسيو نهدؤوا حتى وين هو شاف روحه مظلوم، من حقه ولكن نظن باللي الانسان يوزن الكلام ديالو باش ما يضرش لا الفريق تاعو لا الجهه تاعو لا الجمهور تاع جهه اخرى. متهم الجميع يعني بالفساد، وكل هذا من اجل برمجه مباراه في كره القدم. عندوش انه هناك خلفيات، والله الخلفيات يعرفها هو. انا نحكم على الكلام تاعو، اما الخلفيات يعرفهم الانسان اللي يتكلم. الكلام تاعو انا على الفريق تاعو نقول لك هو ادرى، اهل مكه ادرى بشعب. انا ما نعرفش بزاف. نعم ما غلطش بزاف، قال حقائق وكانت عنده شجاعه. لا 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 نو، مش مشكله تاع الشجاعه هذه، باسكو اليوم ساعود اللي يقول كان يقول عامني فات ساعه الناس كاع قالوا يا حي يقول، الناس كل تقول لي بلاطو هاتوا برهاناكم برك يزونا من الكلام هذاك تاع البوبوليزم والشعبويه. نعم. اليوم احنا مسؤولين. نعم. احنا مسؤولين. وكان يروبروشي على مدوار انه لا يرد على المكالمات الهاتفيه، هذا ليس سبب يعني. انا 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 مانيش انا مانيش سكرتير تاع مدوار باش نقول لا يرد، لما انا الله اعلم. ما عليش قضيه الهاتف هذه، حتى اعضاء من مكتب الرابطه كان عندهم. انا هاتف تاعي مشكل، لكن نرد لك. انا كان عندهم مشكل، هناك كان يقول انه كان يتوجه الى الرابطه ولا يتم استقباله والرابطه تسير بالهاتف. ما هو تعليقك على سيد كيدو؟ والله غير الرابطه يعني ولا تهدر لي على الرئيس البروغرام تاعو، والله ما على بالي ما نعرفوش، ولكن لا تهدر لي على عمر الرابطه. كاين 19 امبلوي في الرابطه، 19 نعمل في الرابطه. سي فريك سي با دي ديسيدور، هم عمال في الرابطه ومشكورين يعني من هذا المنبر. درك ملال واش كان يحكي، هو مسؤول ويجاوبوا غير مدور. نعم. هذا هو ربما النقطه اللي حبيت نطرحها، انه منذ تواجدكم في الرابطه نظن في تاريخ 23 جوان تم انتخابكم، ولا 21 جوان الله انيفرسال ما نعرفه نظن 21 ولا 23 جوان الماضي الى يومنا هذا، مازال تقسيم صلاحيات على مستوى الرابطه لم يكن تعيين نائب رئيس، الامين العام غير موجود في الرابطه. نقاط اكيد انتم ايضا كاعضاء مكتب الرابطه تحدثتوا عليها، ما نظنش انه تمر عليكم مرور الكرام عدم وجود امين عام في الرابطه. تكلمنا عليها، وحتى لو بريزيدون يعني تكلم بكل صراحه، وكان الامين العام كان اون كونتاكت افونسي مع اللي ما نقدرش نسميه، يقدر يسميه هو. من بعد سانا با بوتي هذه عندها ما عندهاش بزاف، كان اون كونتاكت مع واحد الامين العام. من بعد جاب اسم تاع اون دوزيام بيرسون اللي الله اعلم راهو اون نيغوسياسيون معاه هو، والله اعلم. بالنسبه ايضا لقرار ربما تاجيل هذا الاخير، رايك انت فرق بالجيل تأجيل الاخير لمباراه شبيبه القبائل والاتحاد؟ غلطه تاع الرابطه. تسمح لي اخي، انا 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 بكل صراحه لو كان سألت لي البارح ما جاوبكش. هو أفضل حل؟ أنا ما نعرف حتى يعني أسباب تأجيله ب 24 ساعة. ما هو السبب؟ كي نعرفوا السبب؟ لا ما تكلمش على التأجيل الأول، تكلم على بروغرامي، كانت بروغرامي البارح، الآن راح تلعب يوم الجمعة. إيه؟ هل أنت راضي على هذا التأجيل من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة؟ أنا 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 أنا, أنا مستقيل. انا اليوم راني سبورتور. رايك راي علاش المقابله دي كانت تلعب الاول البارح؟ نعم. لانت يوم الاثنين نحبسوا المشكل، كانت تلعب يوم الاثنين يلعبوا. وانا ما هو سبب تاجيله؟ شنو هو سبب؟ كان هناك تعنت نوعا ما من كلا الطرفين. نو مي مي تعنت، كل واحد يحب يبين على اساس انه القوي. واش دخل انا رابطه انا باش ما نساوش باللي انا سي لي كلوب اللي حطوني تما، الفرق اللي داروا فيا الثقه باش حطوني تما. انا ما حاجه ما تمنعني باش نتشاور مع الفرق، حتى لو بريزون ليغ يتشاور مع ناس اون دور دو لا ليغ، ومن حقه القانون يسمح له على البرنامجه على الجوريديك كونسلتي، يقدر يكونسلتي من الاكستيريور ومن حقه. وعلاش علاش ما تهمش الاعضاء اللي معاه؟ صالح معليش، حنا الاعضاء قال نجوزو غير في رمضان. مي 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 مي, مي وعلاه ما نعيطش لي كلوب لي بريزون كلوب؟ كان ما يكونش مشكل باسكو انا شفت هذا لله، شفت مسعودان واكلي يتكلموا معاه باش ما نقولكش يحلوا، يتكلموا على جال المشكل تاع جيسكا. سيتي لو جودي سوار الناس بنعيطوا الملال، سيت ان جون. كاين محاولات من طرفكم انتما اللي اجت حل هذا الامر؟ انا قلت لك انا 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 شاهد، شفت مسعودان واستاذ اكلي اضرار باش يرونجيوها كي كانت سخونه، باسكو كان ما يكونش المشكل هذا تاع هذيك لو روبور تاع لا جورني لا اونسيام ولا دوزيام. كان ما تكونش ثاني لو كان ما كانش تاع ما تكونش
مولودية ما يلعبوش السلام عليكم الناس قاعد تلعب. من جانب تقول هذا الشيء، من جانب آخر أيضا يعاب ربما أيضا على مكتب الرابطة عدم هل تقدمتم ربما لمدوار أنتم حاولتوا تتصلوا بمدوار، مشي تنتظروا من مدوار فقط يتصل، كمسيرين في الرابطة لديكم الحق في التوجه لرابطة في أي وقت، ويعني تحوسوا تلقوا حلول لكرة القدم الجزائرية، ما تنتظروش الاجتماع الشهري فقط. لا احنا ناس محترمين، ناس محترمين ونحترموا رواحنا، نحترمكم كان احنا. لا بارك الله فيك، احنا نهضر لك على على الاعضاء المكتب، احنا ناس محترمين. احنا يا باش احنا نروحوا لا ليغ بور فويني بتاترك كل انسان كيفاش عنده الانتونسيون تاعو، كيفاش يخمم فيها، كيفاش يعني قلت لك قبيله، قلت لك هاد الناس ما عندهمش الانتونسيون باش يكونوا بلوس كور راهم اليوم كان راهم الا في خدمه كره القدم الجزائريه. اما الناس واحد اخرين ما على باليش، لو هنا لو كان كانت لوقت الصراحه تدير لا فرانشيز ما لحقوش هذا المشكل، كنا بزاف مشاكل، كنا نقدروا نلقاو الحلول في الوقت في المونتيسيبيتو. هل درتوا انتيسيباسيون على هذا الامور؟ يا اخي كي تكون انت في الدار، انا كنت نمشي بالسياره البارح يعيطوا لي على 9 تاع الليل، قال لي واحد صاحبي قال لهم ريبورتاو لا جورني، واش ندير انا نزيد نروح لا ليك في الليل ثاني؟ معلومه ما عندكش؟ او ما عنديش معلومه، ما على باليش، انا نحل الجريده باش نقرا باش نعرف بلي هذيك لا جورني ريبورتات شويه يعني شويه. هناك يقال ايضا انه الانديه لم يتم اشعارها يعني بتاجيل او بتغيير تاريخ مباراه ما أخطأ. يعني لم تتلقى اي اشعار، يعني الكل كان يشاهد التاجيلات يعني سواء على التلفزيون او على مواقع. حقيقة. حقيقة. احنا 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 اوني دي زاكتور في الرابطه ونسمعوا بالصحافه بلا بريس. سؤال ايضا بخصوص استقالتك، هل هذا يعني انه الرابطة أصبح لا يمكن العمل فيها في ظل هذه الأوضاع، ورغم أنه وانت راك توافقني تقول أنه خطأين فقط ربما جسيمين وقع فيهما مدوار إلى حد الآن؟ شوف يعني أخي، الاستقالة ما دام يوصل فرد للاستقالة يعني الأمور لا تطاق. شوف لا مو سبيسيالمون لا تطاق، ولكن في الظروف تاع العمل أنا 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 نهضر لنفسي، أنا شفت باللي ما نقدرش نزيد نعمل اكثر باسكو ما 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 كانش ما كانش الوقت الصراحه، ما كانش الوقت الصراحه عندها ولا ما كانش اراده باش يخليوك تعمل. والله غير اراده ما نكذبش عليك، انا الملموس تاعي شفت باللي ما كانش هذا الشيء. انا ما نعرفش، انا نقعد في الرابطه، نقعدوا في الرابطه ومن بعد حتى نروح للدار باش نسمع باللي لا جوري ديكتور بورتات، انا نورمالمون الاولى ديكتور بورتات نروح، انا ما نزيدش انايا، انا باسكو مانيش نحوس ان تيتر في الرابطة، مانيش نحوس ندير اسم في الرابطة، نحب نعاون الرابطة سيتو. اليوم كنت في الرابطة صباح قدمت استقالتي. نعم. هل كان لقاء مع مدور ربما تلاقيت به؟ لا تلاقيت به في الباركينج. ما كانش حديث؟ لا سوي شراك لاباس، دوك نجي من بعد انا عاود رحت لأشغالي والسلام عليكم. هل عرفت باللي كاين برمجة عاودوا برمجوا صباح كي رحت يعني قبل ما تحط الاستقالة تاعك؟ ما عرفتش والله ما عرفت. هناك تغييرات جذرية يعني. ما عرفتش هذه سقسي أنا بتترك على 12 حطيتها، سقسي لي مومبر اللي قاعد في العشية سقسي لهم على بالهم، يقول لك ما على بالناش على بالهمش اليوم. هناك تغييرات جذرية يعني مشكل تواصل. ما كانش تواصل كي تكون تخدم في جماعة، لو ما كانش الثقة نقول لك أكثر سي ديفيسيل ديفيسيل عدم ثقه هكذا نو كي 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 كيما تقول ليش كيما ديرش الناس في حريه هادو، واش نسميها انا نسميها هكذا، نقول تترك مازال ما درتش فيها ثقه في العمل، بالك مازال تقول بلي انا صدير بالك ما تعرفنيش مليح، ما تعرفنيش مليح، ولا في الجزائر نقولوا بالك حد بلاستي، هذه هي المشكلة. في الجزائر حد بلاستي وانا بلاستي برك، انا غير بلاستي تكفيني. كيف ترى المستقبل يعني المكتب الحالي في ظل يعني تعنت وفقدان البعض من المصداقية الرابطة، ربما أندية أخرى في حال حدوث مشاكل أخرى ستتعامل بنفس الطريقة التي تعمل بها شريف ملال، وهل مدوار عليه الاستقالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ يا أخي بكل صراحة ومن خبوانه، بعد صريح تاع أستاذ ملال بعد الروبور تاع الماتش يسمى جيسكا، يا اخي انا ما نظنش كاين بزاف الناس اللي يقعدوا اون بوست، ما نظنش بعد كل هذا الشيء الانسان سي بون، انا نهضر على نفسي نروح، مي نظن كاين بزاف الناس يخمو كيما انا يروحوا ما يقعدش، ما يقدرش يقعد باسكو مسؤول بلا مسؤوليه. لانه القرار فرض عليه.
نظن با كاين ديزيكسترا وين الانسان ما يحتاجش فيها، ولكن شارك لي معاك لي زاكتور تاعك، شارك المكتب تاعك هذا ما كان. قالوا مستقبلا قرار عدم رضاكم على عدم اشراككم في انا النقطه الاولى والاخيره هذه هي. تقدر تراجع الاستقاله في فرق بالقدم في حال اذا كان هناك طلب لاعاده ضبط الامور وتهدئه الاوضاع. انا 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 انا, أنا, أنا مانيش 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 ندير كيما الجوار يكون نيغوسي ويقول لك او الاخر اعطاني والاخر اعطاني، فهمتني؟ باسكو اليوم كره القدم الجزائريه يعني نخرج شويه من هذه اليوم راهي مستفادين بها الى اللاعبين والمدربين، يعني باش نكونوا صراحه لي ماناجر كاين ماناجر كاين ماناجر لي ماناجر. اما 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 انا 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 نظن باللي راح نمد ان بلوس الكره ولا قدرت الكره الجزائريه، ولكن ولا الكره ما قبلتنيش انا نروح للدار. القانون يقول في حال تقديم الاستقاله لا يمكنك ترشح مره اخرى لعضويه المكتب. ما كاش مشكل اشرح لا فيفا. هل ستعود للقبه في حال استقلت من لا لا ما كره القدم؟ انا نقول صح سانسيرمون باسكو بزاف ناس ضر في كره القدم، ضر باسكو الناس تهضر. شفت دي بلاكار بيبيسيتير على العنف، ولكن الا بالكلام نديروا عنف، حتى في التصريحات تاعنا حنا كمسؤولين نديروا العنف. الناس تقول كلام يعني ما توزنوش في كرة القدم، ما يعرفوش الناس واش راهم دايرين في الفرق. الناس تقيسهم، يقول لك اسمهم هذول المسيرين سراقين، لي زاربيت كورومبو، الناس اللي تهضر نيمبورت كوا. وهاد الناس هما فيهم هاد المشاكل. الشيء الاكيد انه الرابطه وعلى راسها مدوار يجب ان تفكر الان مرتين قبل اصدار قراراتها، خاصه وان رؤساء الانديه لن يتقبلوا يعني الكيل بميكيالين مستقبلا. يعني نصيحة ربما لعبد الكريم الدوار، استشارة أعضاء مكتب الرابطة وإعادة فرق بالقدم، لأنه لديه ما يقدمه لكرة القدم الجزائرية. أنا جزائري، أنا جزائري وافتخر جزائريتي، ومانيش نديرها لوجست كوميرس كيما بعض. أنا جزائري نحب بلادي بزاف. نعطيك سؤال فقط أخير على بالي الوقت سفيان. لا سؤال، لو تتلقى ضمانات باستشارتكم من جديد وإعادة ضبط الأمور على مستوى الرابطة، هل ستتراجع الاستقالة؟ يا أخي باش برك نحسلك الصورة، مدور عبد الكريم أنا نعرفه مدة 20 سنة على بالي صحيح، كشخص ما نتكلموش عليه، نتكلموش على رئيس الرابطة بكل احترام، ولكن كرئيس الرابطة سي با دي براتيك. يعني بكل احتراماتي للأستاذ مدور عبد الكريم، ما نقدروش نسيروا هكذا، ماهوش فريق هذا، هذه رابطة. هذه انا باش نزيد لك، انا ما فورماسيون انا درتها في الإدارة، انا نعرف شوية الإدارة، انا ثاني متمني نفيد واش عرفت في حياتي سيتو، ولكن بالاحترام باسكو عنده مكتب ناكل له كل احترام وتقدير. نعم على كل الشكر للضيف السيد فارق بالقدوم على الحضور، شكرا جزيلا. ايضا الفرصه لطارق بوفليح نشكره ايضا، وخليك دير البرومو تاع الحصه ديالك التي ستاتي على قناه الجزائر تي في قريبا. نعم تفضل. ستكون يوم الاحد ان شاء الله ابتداء من الساعه 9 على قناه الجزائر العامه، فوتشو برنامج يعني بكرة القدم. دائما نتمنى نكونوا نتحدثوا فيه كثير على كرة القدم وليس على مشاكل كرة القدم. نتمنى أن نكون أيضا في مستوى تطلعات الجمهور الرياضي. شكرا جزيلا مرة أخرى سيد فاروق بالقدوم. مشاهدينا نلتقي في مواعيد رياضية قادمة، إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرنامج قناة زي نيوز، وإلى اللقاء.